النهارده الجلسة الجلسة الرابعة الرابعة لمراجعات لمراجعات الإلكتروسيولوجي، الإلكتروسيولوجي، ومعانا ومعانا الدكتور الدكتور خطيب على على وش وش أستاذ أستاذ مساعد مساعد كارديولوجي في جامعة عين شمس، ودكتور أحمد طبعا طبعا هو هو يعني يعني أجدع أجدع واحد واحد بيدرس بيدرس معانا معانا في في الدمرداش الدمرداش وملتزم وملتزم جدا جدا وأنا وأنا بحبه بحبه جدا. جدا. يلا يلا أحمد أحمد هيكلمنا هيكلمنا على على الإيفنت الإيفنت اللي اللي أنت فيه. رحاب رحاب فين فين بتاعك؟ شكرا دكتورة على التقديم الظريف ده. طبعا انا شرفت ان انا اشارك دايما في محاضرات الزماله، وان انا دايما يعني نعمل محاضرات لكل الناس عشان العلم ينتشر والناس كلها تستفيد. النهارده يمكن مهمتي سهله شويه في الايفن ار تي. الايفن ار تي هو اول نوع تكيكارديا من المحاضرات اللي ابتدت في الزماله. الكورس ده خدنا قبل كده مانوفرز، دكتور احمد نواف اتكلم عن مانوفرز، اتكلمنا بصفه عامه عن الميكانيزم بتاعت الاريثميا بصفه عامه. لو جينا نتكلم على الاي في ان ار تي، فاحنا عارفين طبعا ان الاي في ان ار تي هو الموست كومن كوز او موست كومن فورم من الباروكسيسمال سوبرا فنتريكولار تاكيكارديا. تقريبا تلتين الحالات من حالات السوبرا فنتريكولار تاكيكارديا بنلاقي ان هي قطع اي في ان ار تي. طبعا الاي في ان ار تي ليه كذا اسم في كذا يعني في الليترلي اسم منتشر، زي الاي في جنكشن ري انترن تاكيكارديا، زي الريسيبروكال او ريسيبروكيتنج اي في نود ري انترن تاكيكارديا، جنكشن ريسيبروكيتنج تاكيكارديا. دي اسامي مختلفه لنفس الديزيز اللي هو الاي في ان ار تي او الاي في نود ري انترن تاكيكارديا. طبعا هو الموست كومن كوز اوف بالبيتيشن في البيشنت اللي هم الستراكشرال نورمال هارت. عاده التاكيكارديا بتبقى طبعا بروزيسم، ساعات سبونتينيسلي، ساعات بالبروفوكيشن، بتلاقي اكتر او مور كومن في الفيمز عن الميلز. طبعا الكومبلين بيبقى سادن اونست اوف رابيد بالبيتيشن، ممكن يحصل بريسين كوك، ممكن لو عين عنده اسكيميك هارت ديزيز ممكن يبتدي يجيله انجينال بينز. طبعا ممكن يجي شورتس اوف بريث، ممكن انزايتي، ممكن كوليريا. عادة التاكيكارديا بترينج ما بين 140 ل 280 بيتس بير مينت، وطبعا بتبقى ريجولار ان نيتشر. الترمينيشن بتاعت التاكيكارديا بتبقى سبونتينيوس او ابرابتلي. الترمينيشن بتاعت التاكيكارديا وده اللي احنا فيه عن الريانترنت تاكيكارديا، هنتكلم على خصائص الريانترنت تاكيكارديا دلوقتي. عادة العيان اللي بيجي له ايفن ار تي او لو بيجي له سوبر فنتريكولار تاكيكارديا من نتيجه الايفن ار تي، عادة البيشنت ويل توليريتد. ما شفناش ان احنا مثلا حصل حاجه لايف ثريتنينج انه عيان له ايفن ار تي وكانت لايف ثريتنينج او ادت الى مورتاليتي او كده. صحيح الايفن ار تي ملهاش دايركت بريسيبيتيتنج كوز، لكن في بعض الاحيان ممكن نيكوتين، ممكن الالكول انتيك، ممكن سام ستيمس، ممكن الاكسرسايز، ممكن في بعض الاحيان يؤدي الى انيشيشن بتاعت الايفن ار تي. طبعا احنا كلنا عارفين ان الايفن ار تي هي ري انترنت تاكيكارديا. وري انترنت تاكيكارديا يعني ايه ري انترنت تاكيكارديا؟ يعني احنا محتاجين اثنين باث ويز. الاثنين باث ويز دول لازم يبقى في شرط انه في باث واي منهم بيكون رابيدلي لكن الريفراكتيف بيريد بتاعته طويله يعني فوق في وقت متاخر، وباث واي تاني بيكون سلوي اللي هو السلو باث واي مع شورت ريفراكتيف بيريد. يعني ايه شورت ريفراكتيف بيريد؟ يعني بيفوق بسرعه، يعني هو بيوصل بطيء لكن بيفوق بسرعه، على عكس الفاست باث واي اللي هو بيكون رابيدلي بيوصل بسرعه لكن بياخد وقت طويل عبال ما يفوق او عبال يخلص الريفراكتيف. ده اول شرط لحدوث الريانترنت تاك، انه يبقى عندنا اثنين باث ويز في فرق في الكوندكشن ما بينهم. الكوندكشن بتاع ده غير الكوندكشن بتاع ده، عشان لما بعد كده يجي الشرط الثاني اللي هو البريماتيور بيت. لما تيجي مثلا بريماتيور اتريال بيت، البريماتيور اتريال بيت دي تيجي تلاقي باقي فيهم ريفراكتوري، فتخش في الباث واي الثاني اللي هو مش ريفراكتوري، فتحصل الانترن سيركت هنوريها لكم ازاي. فعشان يحصل التاكيكارديا لازم يبقى في فاست باث واي وسلو باث واي، يا اما الامبلس البريماتيور امبلس بتيجي تلاقي
الفاست باث واي فتنزل في الفاست باث واي ريفراكتري فتنزل في السلو باث واي. واحنا عارفين طبعا انه في الاي في نود الانتر تكيكارديا الانتر سايكل كلها جوه الاي في نود. طب ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل انه ديورنج ساينس ريتم العادي في وجود اثنين باث ويز في الاي في نود اللي هو السلو باث واي فاست باث واي اثنين باث ويز الامبلس الساينس كل ساينس جديد بتيجي توصل للاي في نود تلاقي الفاست باث واي توصل عن طريق الفاست باث واي للفنتريكل. اي ساينس بيت توصل تلاقي فاست باث واي هو اللي يوصل. طب لو جت ماتيور اتريال بيت جت وصلت للاي في نود ولقينا انه لا ده لسه الفاست باث واي لسه ريفراكت يعني في ماتيور اتريال بيت كانت لسه الساينس بيت اللي قبلها كانت موصله في الفاست باث واي فلسه الفاست باث واي لسه ريفراكتوري للساينس بيت اللي قبلها فجت البريماتيور بيت دي جت تنزل في الفاست باث واي لقيته ريفراكتوري فايه اللي حصل؟ لقيت باث واي تاني اللي هو السلو باث واي فنزلت عن طريقه فحصل كوندكشن من الاتريوم للفنتركل عن طريق السلو باث واي وده خد وقت طويل نسبيا لكن بعديها لما وصلت الامبلس للفنتركل كان الفاست باث واي فاق من الريفراكتوري بتاعته فاصبح الفاست باث واي متاح انه يوصل ريتروجريدلي فالامبلس اللي نزلت في السلو باث واي طلعت تاني في الفاست باث واي حصل ايه؟ حصل انه لما رجعت تاني وعملت اتريال اكتيفيشن لقت السلو باث واي متاح للكوندكشن فعملت انتجريت كوندكشن في السلو باث واي تطلع ترجع في السلو باث واي تنزل في السلو باث واي وهكذا وده الانيشيشن بتاع الريانترنت سيركت او الريانترنت تاكيكارديا اللي بيحصل جوه الايفنت فعشان يحصل ريانترنت تاكيكارديا لازم شرطين لازم اتنين باث ويز في اختلاف ما بينهم في الكوندكشن فيلوسيتي وفي الريفراكتوري بيريد والشرط الثاني انه في يحصل بريماتيور اتريال بيت ان هي تيجي في وقت يكون الفاست باث واي ريفراكتوري فتنزل في السلو باث وتحصل ويحصل الانيشيشن بتاع التاكيكارد. طيب وجود اثنين باث ويز في نود اللي بنسميه الديول ايفينودال فيسيولوجي ان انا عندي اثنين باث ويز جوه الايفي نود اسمه ديول ايفي نودال فيسيولوجي. مهم قوي ان احنا نفرق ما بين انه يبقى ديول ايفي نودال فيسيولوجي وانه يبقى العيان بيجي له اي في ان ار تي. اي عيان عنده ديول ايفي نودال فيسيولوجي هو معرض انه يجي له اي في ان ار تي. ديول ايفي نودال فيسيولوجي ده باثولوجي مختلف تماما عن العيان بيجي له اي في ان ار تي هو مرتبط بيه. اي عيان بيجي له اي في ان ار تي بالضروره عنده ديول ايفي نودال فيسيولوجي لكن مش بالضروره كل عنده ديول ايفي نودال فيسيولوجي يبقى بيجي له ايفي ان ار تي مش شرط. فدي نقطه مهمه للتفريق لكن هو السبستريت اللي بيؤدي الى حدوث الايفي ان ار تي او الايفي نودال انترنت تكيكارد. الايفي نودال انترنت تكيكارد هي ليها انواع في منها التيبيكال وفي منها الاي تيبيكال. التيبيكال ايفي ان ار تي هو المثال اللي احنا شرحناه دلوقتي اللي هو ان الامبلس بتنزل في التجريدي في السلو باث واي وبيحصل لها التروجريد كوندكشن ثرو ذا فاست باث واي وده اسمه السلو فاست اي في ان ار تي او التيبيكال اي في ان ار تي. في نوعين تانيين اي تيبيكال اي في ان ار تي نوع منهم بيحصل انه الانتجريد كوندكشن بيحصل ثرو ذا فاست باث واي والريتروجريد ثرو ذا سلو باث واي هو العكس الامبلس بتنزل من الاتريوم للفنتركل عن طريق الفاست باث واي وبترجع عن طريق السلو باث واي. هنعرف دلوقتي شكلها ايه وشكل الاي سي جي ايه والانترا كارديك بيبان ازاي. وفي نوع تاني انه بيبقى عندي اثنين سلو باث ويز موجودين في الاي في نود انه الامبلس بتنزل في سلو باث واي وبتطلع في سلو باث واي اسمه السلو سلو اي في نود برضه هنشوف شكله عامل ازاي. مهم قوي ان احنا نقيس في الفي نقيس حاجه اللي هي الفي اي تايم. ايه هو الفي اي تايم؟ هو المسافه ما بين الفنتريكولر ايفنت او الايرليست ديفليكشن سوري الاونست بتاع الفنتريكولر اكتيفيشن على السيرفيس اي سي جي الى الاتريال ديفليكشن او الايرليست ديفليكشن في الاتريوم اللي هو عاده بيبقى في الشانل بتاعت الهيس باتل.
في التيبيكال، في التيبيكال اي في ان ار تي الفي اي تايم ده بيبقى قصير جدا. ليه؟ لانه الريتروجريد كوندكشن بيحصل ثرو ذا فاست باث واي، فتقريبا بعد ما الفنتريكولر اكتيفيشن يحصل بوقت قصير بيحصل اتريال اكتيفيشن، فبيحصل فنتريكولر واتريال اكتيفيشن تقريبا ورا بعض على طول، فالفي اي تايم بيبقى قصير جدا. وكماركر لينا بنقول ان هو اقل من 60 ملي سكند، او لو احنا قسناها من هاير في مثلا في الهاي رايت اتريوم فهيبقى اقل من 95 ملي سكند. وده الشورت فيري شورت اي تايم ده هو العلامه الدايجنوستيك لينا في السلو فاست فورم بتاع الاي في ان ار تي. زي ما قلنا التيبكال اي في ان ار تي هو السلو فاست، يعني انتي جريد في السلو وريترو جريد في الفاست. طبعا الفي اي تايم زي ما قلنا اقل من 60 ملي سكند. في حاجه بقى ثانيه بنقيسها او بنشوفها اللي هو الريشيو ما بين الاتريال تو هيس على الهيس تو اتريوم، بمعنى انه الاي اتش انترفل بالنسبه للاتش اي انترفل. طبعا احنا عارفين الاتش اي انترفل بتبقى صغيره جدا لانه الكونكشن بيبقى من الهيس تنزل في الفنتريكل، اول ما يحصل الفنتريكل اكتيفيشن تطلع ثاني في الاتريوم. فمعنى كده ان الاي اتش على الاتش اي ريشيو بتبقى كبيره لانه الاي اتش تايم بيبقى كبير قوي، المسافه ما بين الاتريوم والاتش اللي فيها بتبقى كبيره قوي. طيب منظر التيبكال اي في ان ار تي على السيرفيس اي سي بيبقى عامل ازاي؟ بنشوف نارو كومبلكس كارديا، الريت بيبقى ريجولر، بتبقى ستريكتلي ريجولر. عاده ما بنشوفش بي ويفز. ليه؟ لانه الاكتيفيشن بتاع الاتريوم بيبقى بعد الفنتركل على طول، فعاده في حالات كتيره قوي ما بنبقاش شايفين البي ويف. يمكن لو حصل انه الريترو ريت كوندكشن بتاع الاتريوم او بتاع البي ويف حصل في ديلي بسيط قوي، ممكن نلاقي البي ويف في اخر الكيو ار اس كومبلكس. ولما بنشوفها في ليد في 1 بتبقى في اخر الكيو ار اس كومبلكس، فبتديني ايحاء كده ان هي ممكن تبقى سودو ار ويف في الكيو ار اس كومبلكس. ولو شفناها في الانفيريور ليدز فممكن الريتروجريد بي ويف في الانفيريور ليدز وخصوصا في ليد 2، فبنلاقي الريتروجريد بي ويف احنا عارفين لو هي ريتروجريد في البي ويف في ليد 2 تبقى نيجاتيف، لان احنا جايين ريتروجريد العكس الطبيعي، يعني عكس الطبيعي بتاع الساينس بيت، فهتبقى البي ويف نيجاتيف. فهنلاقيها نيجاتيف، هنلاقي فيه نيجاتيف ديفلكشن صغير في اخر الكيو ار اس كومبلكس، هتبقى وكانها اسويف او جزء من الكيو ار اس كومبلكس وكانها اسويف، فبنسميها السودو اسويف. فوجود السودو اسويف في الانفيريور ليدز وخصوصا في ليد 2 ووجود السودو اريوس في في 1، فدي احد الساينز تقول ان احنا عندنا ريترو جريد بي ويف، والريترو جريد بي ويف دي ممكن تبقى علامه هنا للتيبيكال اي في ان ار تي. تقريبا 66% من الحالات ما بنشوفش بي ويفز خالص، 30% من الحالات بنشوف سودو اس ويف في اخر الكيوراس في ليد 2 وسودو ار ويفز في في 1. ادي منظر 12 ليد اي سي جي، شايفين تاكيكارديا، شايفين نارو كومبلكس، الكيو ار اس از فيري نارو، شايفين ان احنا تقريبا مش شايفين بي ويف واضحه او صريحه خالص. يمكن هنا في سنه ار ويف او سنه بوزيتيف ويف، هنا ممكن تبقى دي ريترو جريد بي ويف. في اي سي جي تاني هنا باينه قوي، ادي ريترو جريد بي ويف واضحه جدا، دي سودو ار، وادي هنا السودو اس ويفز اللي موجوده في الانفيريور ليدز في ليد 2 وفي ليد 3. ده منظر التيبكال اي في ان ار تي اللي هو السلو فاست تايب. هنستبق الاحداث شويه بالنسبه للانتراكاردياك. ده الانتراكاردياك تريسنج للتيبكال اي في ان ار تي، ده سيرفيس اي سي جي، ده الهيس ديفلكشن او هيس سوري الهيس شانل، وادي منظر الكورونري ساينس شانل. زي ما احنا شايفين ريجولر تاكيكارديا، الريجولر تاكيكارديا دي لما نشوف الكورونري ساينس هنلاقي ان الكورونري ساينس الفنتريكولر ايفنت والاتريال ايفنت تقريبا كوينسايدنج ويز ايتش اذر، في سيمالتينيوس اكتيفيشن الفنتريكل للاتريال في نفس الوقت، والاثنين ايفنتس دول they are preceded with an HH deflection موجود على الهيست ديفليكشن. فاحنا بنشوف H بعديها VA على طول
تقريبا simultaneous activation للاثنين. هنا بقى لما بنتكلم على اتش اي انترفل بالنسبه للاي اتش انترفل اللي بعدها فبالتاكيد طبعا انه الاي دي عشان جايه بدري قوي لازقه قوي في الفنتركل فالاتش اي انترفل سوري الاي اتش انترفل بتبقى طويله قوي بالنسبه للاتش اي انترفل اللي بعدها. تمام ده بالنسبه للتيبيكال اي في ان ار تي. طيب ندخل بقى في الاشكال الاي تيبيكال او النوع الثاني اللي هو فاست سلو باث واي. يعني ايه فاست سلو باث واي؟ يعني الفاست باث واي هو المستخدم في الانتي بليت كوندكشن والسلو باث واي هو المستخدم في مترو بليت كوندكشن. يعني الامبلس بتنزل من الاتريوم للفنتركل عن طريق الفاست باث واي فتنزل بسرعه وبعد كده ترجع ببطء للاتريوم من الفنتركل للاتريوم بترجع ببطء عن طريق السلو باث واي. فعشان السكه ما بين الفنتركل للاتريوم او الفي اكشن طويل ياخد وقت طويل لانه في السلو باث واي فريتروجريد بي ويف هتبعد عن الكيوراس كومبلكس هتبقى بتشافه مش هتبقى لازقه في الكيوراس كومبلكس زي ما احنا متعودين نشوفها في التيبكال اي في ان ار تي. لا دي هتبقى بعدها زي ما احنا شايفين كده لدرجه ان دي البي ويف دي هتبقى متاخره قوي لدرجه ان هي هتبقى اقرب للكيو ار اس كومبلكس اللي بعدها انه الكيو ار اس كومبلكس هي بعديه ريترو جريد بي ويف. الريترو ويف دي قريبه للكيو ار اس كومبلكس اللي بعدها. ليه؟ لان الكوندكشن الاي في كوندكشن سريع لكن الفي كوندكشن بطيء والفي اي كوندكشن ابطا من الاي في كوندكشن. مسافه هتبقى اقصر ما بين الاي والفي عن ما بينها ما بين الفي والاي اللي بعدها. هنلاقي طبعا الفي اي انترفل هيعدي 60 طبعا بكتير لانه الفي اي كوندكشن بطيء فالمسافه ما بين الفنتركل والاتريال ايفنت اللي بعدها هتبقى طويله طبعا هتبقى اكتر من 60 ملي سكند. وطبعا لما احنا بنشوف الاكتيفيشن هنلاقي ان السايت اوف ايرليست اتريال اكتيفيشن is posterior to the AV node near the orifice of the coronary sinus مكان السلو باث واي. احنا هنشوف دلوقتي اناتوميكلي مكان السلو باث واي فين لكن احنا عارفين طبعا انه بيبقى somewhere related للاوستيوم بتاع coronary sinus فهيبقى ال earliest atrial activation هيبقى في الحته دي انه الريترو ويل جاي من الحته دي في السلو باث واي مش زي في التيبيكال ايفن ار تي احنا الاتريال اكتيفيشن جاي في الفاست باث واي فالفاست باث واي ده قصد الاي في نود نفسه لكن في السلو باث واي السلو باث واي از ا بيت بوستيرير يعني بوستيرير للاي في نود ناحيه الاوستيوم بتاع الكورونري سينس هنلاقي الايرليست اكتيفيشن في الحته دي وده منظر لاي تيبيكال اي في ان ار تي الفاست سلو تايب زي ما احنا شايفين الريتروجريد بي ويف وعرفنا منين ان هي ريتروجريد لان هي نيجاتيف في ليك 2 واضحه جدا الريتروجريد بي ويف اقرب للكيوراس كومبلكس اللي بعدها وده يدخلنا في الديفرنشال دايجنوزس مع حاجتين مهمين جدا اهمهم الاتريكارديا والسانس تاكيكارديا اللي هم التجري بتاع اللونج ار بي تاكيكارديا. احنا عندنا كده توبيك اللي هو او حاجه اللي هو لونج ار بي تاكيكارديا اللي فيه تاكيكارديا الار بي انترفل هي اطول من البي ار انترفل اللي بعدها لان البي ويف قريبه للكيو اس كومبلكس اللي بعدها عن اللي قبلها. فده يدخلنا في ديفرنشال دايجنوزز مع ساينس تاكيكارديا ومع اتريال تاكيكارديا. دول من الحاجات المهمه جدا ان احنا نفرق لما نشوف اي سي جي زي ده لازم نستبعد وجود اتريال تاكيكارديا وممكن في بعض الاحيان ما نعرفش الديفرنشال دايجنوز او الترو دايجنوزز غير لما ندخل نعمل اي بي ستادي ونعمل المانوفرز بتاعتنا ونعرف اذا كان في ديوال ايفينوت فيسيولوجي ولا لا فنعرف اذا كانت ان هي الاف ان ار تي ولا اتريال تاكيكارديا. طيب انتراكاردييكلي ايه الوضع بيبقى عامل ازاي؟ انه الاي ويف اقرب ما يكون من الاتش في يعني احنا في التيبيكال اف ان ار تي كنا اي اتش انترفل بعديها الفي والاي مع بعض هنا الاتش انترفل اهي وبعديها الفنتريكولر ايفنت لكن جايه الاتريال ايفنت متاخره قوي لانه هي بتطلع في الفاست سوري بتنزل في الفاست وبتطلع سلولي
للاتريوم، فعبال ما توصل من الفنتركل للاتريوم فهتاخد وقت طويل، فالايدي هتيجي متاخره قوي، هتبقى قريبه جدا لل اتش في اللي بعدها. ده منظر الاتيبيكال اف ان ار تي، وده منظر خادع جدا في وجود تاكيكارديا، خادع جدا ان انا ممكن افتكر ان هي اتريال تاكيكارديا، وببقى محتاج طبعا مانوفرز تتعمل اثبات ان كان في ديول ايفينودال فيسيولوجي ولا لا. مهم جدا ان احنا نفهم. وده منظر تاني للانتركاردياك تريسنج للايتيبيكال ايفن ار تي الفاست سلو تايب اللي فيه الاي اتش. هنشوف بقى هنا المسافه ما بين الاي اتش والاتش اي. الاي اتش هنا مثلا 100 ملي سكند، لكن الاتش اي طويله اكتر 240 ملي سكند. معنى كده انه الاي متاخره قوي، فالاي اتش اي انترفل اطول من الاي اتش انترفل. وطبعا الفي اي تايم اللي هو المسافه ما بين الفنتريكولار اكتيفيشن على سيرفيس تي جي واول اتريال ايفنت او ايرليست اتريال اكتيفيتي هي 180 ملي سكند، فهي ديفينتلي طويله جدا مع 60 ملي سكند. فاذا ذيس از فاست سلو اوف اي في ان ار تي. نيجي للسب تايب التالت، وهو الحقيقه فيري رير. يعني ما الدكتوره ميرفت شافت سلو قبل كده ولا لا؟ انا مش عارف، انا ممكن ما شفتوش قبل كده. احنا دايما لما بنكوي طبعا بنلاقي الاي تي تيبيكال، ساعات بنلاقي حالات اي تيبيكال ايفن ار تي اللي هي الفاست سلو، لكن فيري رير ان احنا نشوف حالات سلو ايفن ار تي اللي بيبقى فيها الانتي جريد كوندكشن سلو باث واي او سلو فايب. الريترو كوندكشن برضو از ثرو سلو فايبرز، فالانتي جريد سلو والريترو جريد سلو. يمكن عشان الاثنين متساويين مع بعض، او طبعا في ما بينهم فرق، لكن الاثنين سلو، فهنلاقي البي ويف الريترو جريد بي ويف تقريبا في النص او يمين شويه او شمال شويه، لكن لا هنلاقيها هيدن جوه كيو ار اس كومبلكس ولا هنلاقيها راحت ناحيه الكيو ار اس كومبلكس اللي بعدها. يمكن نلاقيها ميد واي، يمكن نلاقيها بعد كيو ار اس كومبلكس بشويه، لكن دي هتبقى على حسب المسافه او الفرق ما بين الكوندكشن ما بين بطيء وابطا منه. يعني الفكره في ان اثنين بطاء الكوندكشن هيبقى بطيء في الاثنين، لكن على حسب المسافه فهنلاقي ريترو بي ويف هنشوفها فين. لو هي بالظبط قريبين قوي من بعض، فممكن يحصل انه الاي ويف تبقى في النص بالظبط زي ما احنا شايفين هنا، تقريبا الاي ويف تقريبا ما بين الاثنين فنت، بين الاثنين فنتريكولار ايفنتس. فده سب تايب سلو سلو الحقيقه ما بنشوفوش كتير وفيري رير، وده اقل نوع من الايفن ار تي بنشوفه. حتى ساعات كمان بالكرايتيريا، احنا لو عندنا كرايتيريا بنلخص بيها الفاست سلو باث اللي هو الاي اتش اتش اي ايشيو والفي اي تايم، فاحنا هنا ممكن نحتار، لانه الاي دي هنا الاي دي هل دي اقرب للفنتريكل دي ولا للفنتريكل دي؟ يعني ما نقدرش، ممكن عليها خلاف، لازم نقيس بالظبط ونشوف. لكن ايا كان واضح جدا انه الكوندكشن من الفنتريكل للاتي سلو، وبرده الكوندكشن ما بين الاتريوم للفنتريكل في الانتي برده سلو، فهو سلو ما بنشوفوش كتير. لكن ده بقى احنا كده ده هنلخص او هنشوف الاشكال المختلفه للتايبس اوف اي في ان ار تي. التيبكال اي في ان ار تي السلو فاست، يا اما نلاقي مفيش بي ويفز خالص. طبعا احنا متفقين ان كله فينا كومبليت تاكيكارديا كله ريجولر، يمكن ما نلاقيش بي ويفز خالص في السلو فاست او التيبكال. يمكن نلاقي في اخر الكيوراس كومبلكس شبح بي ويف كده صغير، نقول انه ممكن تبقى دي يعني سودو ار او يمكن سودو اس هنا، ممكن ده في التيبكال ايفن ار تي. في السلو سوري في الفاست سلو ايفن ار تي بنلاقي البي ويف اتاخرت قوي، قربت قوي من كيو ار اس كومبلكس اللي بعدها، فبقت اقرب ما يكون للاتريال تاكيكارديا او شبه الاتريال تاكيكارديا او تاكيكارديا. فنفتكر او يعني ده اللي هو الكاتيجوري بتاع لونج ار بي، فلازم نخش في النوع. او ممكن نلاقي السلو سلو تايب اللي هو البي ويف يعني بتبقى ميد واي تقريبا ما بين الكيو ار اس كومبلكس اللي قبلها واللي بعدها،
فده سلو سلو لان الانتي جريد سلو والريترو جريد سلو فنلاقي البيورز هنا. فده المنظر بتاع سلو منظر بتفاصل سلو وده المنظر تيبيكال اي في ان ار تي. طيب نخش بقى شويه في الاناتومي. احنا عارفين طبعا انه الطبيعي ان احنا يبقى عندنا فاست كوندكتنج فايبرز هي اللي بتوصل في الاي في نود. وجود فاست باث واي ده شيء طبيعي، لكن اللي مش طبيعي ان احنا يبقى عندنا كمان سلو باث واي، والسلو باث واي ده هو اللي عامل الباثولوجي وهو عامل التاكيكارديا. فاحنا بمنتهى البساطه لو عايزين نتخلص من مشكله الاي في نود الانترن تاكيكارديا فهمتنا ان احنا نتخلص من السلو باث واي، فالتارجت بتاعنا ان احنا نكوي السلو باث واي. طيب فين السلو باث واي؟ نعرف الاي في نود عامله ازاي؟ في حاجه مهمه جدا لازم نعرفها اللي هو الترينجل اوف كوخ كاناتو. ترينجل اوف كوخ هو ترينجل موجود في الرايت اتريوم. الترينجل ده بيتكون من الاتي. السايد ده اللي هو التندر اوف تودارو، والتندر اوف تودارو ده هو مش تندر حقيقي على قد ما هو لاين. اللاين ده بيجوين الاريا بتاعت الكومباكت اي في نوت بالاوستيكيان فالف. ايه الاوستيكيان فالف ده؟ ده الفالف اللي موجود عند الانسرشن بتاع الانفيريو فينا كيفا في الرايت اتريوم. طبعا احنا عارفين ان ده كده انتيريور وده كده سوري ده كده انتيريور وكده بوستيريور. ادي الفوس اوفاليس اهي تمام، ادي الاوستيوم بتاع الكورونري ساينس، ادي التريكاسبيد فالف، وادي دي السبتل ليفلت بتاع التريكاسبيد فالف. طيب التندر اوف تودارو هو بيعمل سايد من السايدز بتاعت التراينجل اوف كوخ. السايد الثاني بيبقى بيتكون من السبتل انسرشن بتاع التريكاسبيد ليفلت، سوري الانسرشن بتاع السبتل ليفلت بتاع التريكاسبيد فالف. الانسرشن بتاع السبتل ليفلت بتاع التريكاسبيد فالف السايد اللاين اوف انسرشن ده هو الخط الثاني اللي بيكون منه التراينجل اوف كوخ. طيب السايد الثالث هو بيكون من حاجتين، الاريا اللي ورا الكورونري ساينس والكورونري ساينس اوست. فادي التراينجل اوف كوخ هو ده بالنسبه لنا التارجت بتاعنا اللي هندور فيه على السلو باث واي، وهندور فيه فين هنكوي السلو باث واي عشان نكوي الايفن ار تي. معلومه مهمه جدا انه في التراينجل اوف كوخ ده الابر موست بارت او القمه بتاعت التراينجل موجود فيه السنترال فايبرس بادي، وموجود فيه الفاست باث واي او الكومباكت اي في نود اللي هي اساس الكوندكشن بتاعت الاي في نود. لكن لو في سلو باث واي الحقيقه السلو باث واي بيبقى انفيرير اكتر، بيبقى بوستيرير اكتر، واخد مور بوستيرير وانفيرير بارت من التراينجل اوف كوخ وعلى اللاين بتاع الانسيرشن بتاع السبتل ليفلت. طيب احنا لما نيجي نعمل اي بي ستادي او بندخل الاساطر بتاعتنا، طبعا احنا عارفين المنظر ده منظر الار اي او فيو اللي انا بشاور عليه. دي قسطره الكورونري ساينس داخله جوه الكورونري ساينس، دي قسطره داخله جوه الرايت فنتريكل، ودي قسطره محطوطه على الهس، والمفروض ان هي دي تيبيكلي تجيب هيس ديفليكشن بالاضافه الى اتريوم وفنتريكلر ديفليكشن تجيب اي اتش في. ودي قسطره الابليشن اللي بندور بيها على مكان السلو باث واي. ده المنظر في الار اي او، وده المنظر في ال اي او فيو. ال اي او فيو احنا بنشوف القسطره بتاعت الكورونري ساينس تقريبا الميترال انيولس بيبقى دايره كده في وشنا، احنا بنعرف ان ده ال اي او. هنا بيبقى السبتم، فالسبتم ده برضو بيدينا انديكيشن احنا لما نيجي نحط القسطره هنا هل هي بس الناحيه دي بوستيريلي تبقى بوستيريلي دايركتد للسبتم ولا لا. بيهمني قوي وانا بدور على السلو باث واي لازم القسطره تبقى دايركتد بوستيريلي عشان ابقى اقرب ما يكون لمكان السلو باث واي. ادي قسطره الابليشن اللي داخله جوه واقفه على تريكاسبيد انيولس. ادي البرود الترينجل اوف كوخ يعني فيرتشوالي انا بسمه كده اهو بالماوس. ادي الكومباكت اي في نود، وانا بدخل بالقسطره بتاعتي بدل عند السبت الليف بتاع تريكاسبيد فالف
وببتدي امانيبيوليت بحيث ان انا يعني اشوف هجيب ايه اكبر ولا هجيب بي اكبر. لو تاخدوا بالكم هنا البوزيشن نمبر 1 اللي هو اللي جوه خالص، فده هيجيب لي ريكوردنج في اي ديفليكشن صغير وفي ديفليكشن كبير. ليه؟ لان انا داخل جوه شويه اكتر فيمكن جاي فنتركل اكتر، لكن لو سحبت القسطره بره شويه او الالكترود الثاني ده اللي هو البوزيشن نمبر 2 هيبقى ناحيه الاتريوم اكتر، فالسيجنال بتاعت الاتريوم تزيد اكبر شويه ويمكن الفنتركل هتفضل زي ما هي. بوزيشن نمبر 3 هيبقى اكتر ناحيه الاتريوم، فهيبقى الاتريال سيجنال هتبقى اكبر شويه من الفنتركل سيجنال، يمكن الفنتركل سيجنال تصغر شويه. طب هو انا المفروض عايز ايه؟ انا التارجت بتاعي ايه؟ انا التارجت بتاعي البوزيشن نمبر 1 او يعني ريكوردنج نمبر 1 ولا 2 ولا 3. هنشوف دلوقتي ادي ديمونستريشن بتاع الترينجل اوف كوخ كاناتومي، سنترال فايبرز بادي، تمرين في تدارو، السبت الليفلت بتاع التريكاسبيد فالف، هنا مكان الفاست باث واي، هنا الكوروني ساينس اوستيوم. انا باجي في الحته دي وابتدي ادور، اهو المنظر اهو، ادي القسطره بتاعت الابليشن وادي قسطره الهيس. المفروض قسطره الهيس جايبه بقى الهيس ديفليكشن وجايبه الفاست باث واي، وانا بتارجت الاريا اللي هي تبقى مور اور ليس انفيرير شويه وبوستيرير. هنركب الاثنين على بعض بحيث ان احنا نتخيل الوضع. ادي كوروني ساينس اوستيوم، القسطره دي داخله، القسطره سوري دي، القسطره دي داخله كوروني ساينس اوستيوم، والقسطره دي رايحه ناحيه السبت الليفلي بتاع التريكاسبيد فالف، وبمانيبيوليت ادخلها شويه اخرجها شويه. بيبقى التارجت بتاعي بقى ان انا اجيب ريكوردنج الاتي اللي هو ده الابليشن. عشان اعمل ابليشن لازم اجيب ريكوردنج من الابليشن كاتيتر بسمول اتريال ديفليكشن ولارج فنتريكولار ديفليكشن ريشيو 1 تو 3 او ريشيو 1 تو 5 تقريبا ما بين الاثنين ريشيوز دول. ان انا اجيب سمول اتريال ديفليكشن ولارج فنتريكولار ديفليكشن اللي هو بوزيشن نمبر 1 في المكان بتاع القسطره بتاعي. ده تارجتنج السلو باث واي. طيب ده بالنسبه للتارجت بتاع الابليشن. انا لما ادخل اعمل ستادي هدخل واكل على طول؟ لا، انا لازم اعمل الستادي بتاعي عشان ابروف الدايجنوزز واثبت الاول انه يبقى في عندي ديول ايفينود فيشيولوجي، اعمل اندكشن للتاكيكارديا وبعد كده حكوي. طيب انا لما اجي احاول اثبت ان في ديول ايفينودال فيسيولوجي بثبتها عن طريق ايه؟ بثبتها عن طريق حاجه من الاثنين، يا اما ان انا اعمل اتريال اكسترا ستيميوليشن بارقام بتنزل تدريجيا، بمعنى ان انا مثلا بعمل اتريال ستيميوليشن اتريال اكسترا ستيميوليشن 500 على 300 او 350 وببتدي انزل 500 350 500 340 500 330. يعني بنزل كل مره الاكسترا ستيميوليشن بتقل كل مره 10 مللي سكند. فانا ببتدي ب 500 330 وبقيس حاجه اسمها الاي اتش انترفل. الاي اتش انترفل دي اللي هي ما بين الاتريال اكتيفيشن والهيس ديفليكشن. كل مره بقيسها، كل مره بعد كل اكسترا ستيمولس بقيس الاتريال تو هيس ديفليكشن الاي اتش انترفل. فبنزل 500 350 500 340 500 330 500 320 وبنزل كل شويه مع كل اتريال اكسترا ستيمولس. لو حصل الاتي هقول ان ديول ايفينودال فيسيولوجي اللي هو ايه؟ هو مثلا في الاكزامبل ده انا بقيس على 500 نزلت لغايه 310 وكانت الاي اتش انترفل بتاعتي 170 ملي سكند، وجت الاي اتش ستيمولس اللي بعدها اللي هي 500 300 يعني انا نقصت 10 بس، وبقيس الاي اتش انترفل بتاعتي لقيت ان هي بعد ما 170 لا دي في اللي بعدها بقت 260 ملي سكند، فهي زادت 90 ملي سكند مره واحده في نقله واحده بس. نطت من 170 ملي سكند ل 260 ملي سكند، نط 90 ملي سكند مره واحده مع
معنى كده ايه؟ معنى كده ان كل مره الايتر الاكس ستيمولس دي كانت بتنزل في الفاست باث واي، كل مره تنزل في الفاست باث واي، كل مره تنزل في الفاست باث واي. في النقله اللي ما بين 310 ل 300 جايه تنزل في الفاست باث واي، لقت الفاست باث واي ريفراكتوري. نتيجه ايه؟ نتيجه الران اللي قبلها، نتيجه الران الايتر الران اللي قبلها والايتر البيسنج اللي قبله. لسه ريفراكتوري من الكوندكشن اللي قبله. فلقت في الفاست باث واي ما لقيتوش، لقيته ريفراكتوري مقفول، فلقت باث واي تاني اللي هو سلو باث واي فنزلت فيه. فلما نزلت في باث واي بيوصل ببطء اللي هو سلو باث واي، فوصلت خدت وقت طويل على ما وصلت، فعملت لي حاجه اسمها اي اتش جامب، وده مهم جدا في تشخيص او اذا كان في نودل فيسيولوجي ولا لا. يعني ايه ديول اي في نودل فيسيولوجي؟ يعني عندي اثنين باث واي، باث وسلو باث واي. فلما الاقي الباست بقى ريفراكتوري ونزلت في سلو، فيبقى كده انا عندي طريقين بتنزل عن طريقهم الانبس. حصل للاي اتش جامب ده والروت بتاعته اللي هو انا بنزل كل مره الاكس ستيمولس دي بنزل 10 ملي سكند بس. لو في مره من المرات اللي فيها 10 ملي سكند لقيت الاي اتش بتطول بمقدار اكتر من 50 ملي سكند، وده رقم لازم يتحفظ، 50 ملي سكند، يعني كل ما تطول هي طبيعي ان هي كل شويه تطول، لان الاي في نود كل شويه بيحصل فيها ديكريمنتال كوندكشن، يعني كل ما عليها بيسنج اكتر كل ما يبقى الاي في انترفل او الاتش انترفل او الكوندكشن بيبقى ابطا حبه، بيزيد بالتدريج بيزيد جرادولي. لكن كون هي تزيد مره واحده 50 ملي سكند مره واحده، فده اسمه اي اتش جامب. يعني ايه؟ يعني الامبلس اتجامبت تو ذا سلو باث واي، اتجامبت ان هي تروح تبقى كوندكت من السلو باث واي الباث واي الثاني اللي موجود في الايفنت. فعملت لنا الجامب دي. لما انا الاقي الجامب دي اقول والله ده كده هو عنده ديول ايفينودل فيسيولوجي. انا لسه ما جبتش تكي كاردي، انا كل ده انا بعمل ستادي لسه ما جبتش تكي كاردي، بقول انا لما اشوف المنظر بتاع الايت جامب ده يبقى والله هو عنده ديول ايفينودل فيسيولوجي، بس مش حاجه تانية. العلامه الثانيه لوجود ديول ايفينودل فيسيولوجي انه يحصل عندي حاجه اسمها الايكوبيت. يعني ايه الايكوبيت؟ ان انا لما اعمل اتريال اكسترا ستيمولس والامبلس بتاعت الاتريوم تنزل في السلو باث واي فتديني اي اتش جامب او الاي اتش تطول مره واحده، تنزل في الفنتريكل فالفنتريكل الامبلس وصلت للفنتريكل، وصلت عن طريق السلو باث واي. في الوقت اللي الامبلس نزلت فيه عن طريق الفاست السلو باث واي، الفاست باث واي فاق وخلص الريفير، فبقى افيل انه يكونداكت الامبلس ريتروجريدلي وبسرعه لانه فاست، فعملها لي ايكو بيت طلع تاني الاتريوم. ايكو يعني ايه؟ يعني الامبلس طلع مره واحده تاني، نزلت الفنتركل وطلعت بسرعه تاني، فعملت حاجه اسمها ايكوبيت. ايكوبيت ده از ساين اوف برضو الديول ايفينودل فيسيولوجي، وده هي البدايه بتاعه الاي في ان ار تي او بدايه الاندكشن بتاعت التاكي كارديا بتبقى بالمنظر ده. لكن على التريسنج ده كده دلوقتي برضو ما اقدرش اقول انه عنده اي في ان ار تي، لان انا لسه ما عملتش اندكشن التاكي كارديا. امتى اقول انه اي في ان ار تي؟ لما اشوف المنظر ده. حصل ايه؟ حصل اتريال بيسنج مع اكسترا ستيمولس، دي اكسترا ستيمولس ان دي اقصر من دي، فدي اتريال اكسترا ستيمولس. حصل فجاه الاي اتش جامب طولت لانها نزلت في السلو باث واي، حصل كوندكشن اتريال انفنتر عن طريق السلو باث واي. لما نزلت عن طريق السلو باث واي وخدت وقت طويل كان الفاست باث واي فاق، فالفاست باث واي فاق فرجعت عن طريق ريتروجريدلي عن طريق الفاست باث واي، عملت لي الايكو اللي بنسميه الايكو بيت اللي هي الاتريوم، نزلت تاني في السلو عملت لي فنتريكلر اكتيفيشن، طلعت تاني في الفاست عملت لي اتريال اكتيفيشن، وهكذا. يبقى منظر الاندكشن بتاع الاي في ان ار تي اللي بدا باتريال اكس ستيمولس، عملت لي اي اتش جامب، بعد كده اتعملت لي ايكو، وبعد كده ابتدت الانترنت سيركت تنزل في السلو وتطلع في الفاست. ده المنظر اللي احنا بنشوفه. طيب ايه ده بقى؟ ده فينتريكولار بيسنج. انا دلوقتي لما اتعامل مع حاله نارو كومبلكس تاكيكارديا ويبقى عندي مظاهر الاي في ان ار تي،
لازم الحقيقة أبقى شوية يعني كوشس، وبرضو أتأكد إنه ما فيش accessory pathway. فخطوة الventricular pacing هي مهمة، إن إحنا نعمل ventricular pacing عشان to prove إنه retro reconduction is through the HIS مش through any other pathways. أنا لازم أستبعد accessory pathway، لازم أي حالة EVNRT ما الاقيش الجامب والايكو واقول يلا هي انا عايزك بسوبر باثوي وخلاص، لا لازم اعمل فينتريكيولار بيسنج الاول عشان اتاكد تماما ان انا ما عنديش اذر باثوي او انذر اكسسوري باثوي يكون بيوصل الامبلس من الفنتري للايكو. فلازم اعمل فينتريكيولار بيسنج واثبت ان ريتروجريد كوندكشن كومبليت في ايفي نود نوت ثرو اني اذر اكسسوري باثويز. وده المنظر اللي احنا شفناه من شويه بتاع التاكيكارديا، شايفين H deflection followed by simultaneous activation of the atrium and ventricle في نفس الوقت، وده منظر التكيكارديا بتاع الـ EVNRT. ده منظر تاني. وقلنا الـ ablation site إن إحنا هيبقى الـ target بتاعنا إن إحنا نكوي عند اللي هي recording بتاع number 1 اللي هو اللي يجيب لي الـ small atrial deflection والـ large ventricular deflection اسمه إيه؟ توجد فيه ريش 1 لـ 3 1 لـ 5. وده المنظر بتاع الابليشن، مهم جدا مهم جدا. السلايد ده الانتركارديال سينج ده ناقص حاجه دلوقتي. انا وانا باجي اعمل ابليشن انا بجيب سمول اي ولارج في، والمفروض ان انا ببقى في الاريا اللي عند الليفل تقريبا بتاعت الكورونري ساينس هي somewhat inferior وبوستيرير. مهم جدا ان انا قبل ما ابتدي اعمل ابليشن لازم اجيب استارت الهيس بتاعتي، واستارت الهيس تبقى عند الليفل بتاع الهيس، واجيب ريكوردنج هيس لسبب لازم اعرف المكان بتاع الاستاره والريكوردنج بتاع الهيس فين، وابقى متاكد وابقى مطمن انه الاستاره بتاعتي بعند الهيس. فلازم اجيب استارت الهيس واجيب عليها هيس ديفلكشن، اتاكد انه استارت الابليشن مفيش عليها هيز ديفلكشن خالص، ودي من الحاجات المهمه جدا واحنا بنقول اتاكد تماما. والشباب اللي بيبقوا قاعدين على الكنترول، يا جماعه حد شايف هيز على الابليشن؟ اي حد بيشك في هيز حتى لو اصغر واحد في الاوضه وشك في هيز اننا بنقف ولازم نراجع، ما فيش هزار عشان ما يحصلش ابليشن فاست باث واي او يحصل مشكله داخل العين في اي في بوك. فلازم مهم جدا ان انا الاسطره بتاعتي جايبه هيز ديفليكشن، وفي نفس الوقت اسطره الابليشن ما تبقاش جايبه هيز ديفليكشن. مهم قوي ان انا اتشيك انه اسطره الابليشن داز نوت شو اني هيز ديفليكشن، تبقى جايبه اي وفي فقط من الحاجه الثانيه هيز ديفليكشن. لما ابتدي وابتدي اعمل فلو باثوي ابليشن، المنظر الجميل اللي بيريحني هو اللي انتم شايفينه، اللي هو ايه؟ اللي هو ان انا بلاقي جانكشنال بيتس. الجانكشنال بيتس دي بتبقى سلو وبتبقى انا طبعا لما باجي اكوي بكوي during sinus rhythm، لما باجي اكوي even RT بكوي during sinus rhythm. فلما ابتدي اكوي ممكن يظهر لي المظهر ده اللي هو المنظر بتاع الجانكشنال بيتس. والجانكشنال بيتس دي لازم اتاكد قوي انه it is conducted, it is equally conducted the ventricle وال atrium في نفس الوقت، وإلا تساعد بالنسبة لي لـ AV block. لو أنا شفت junctional beat ومش بوصل للـ atrium فعندي مشكلة. فمنظر الـ junctional rhythm بيبقى جميل جدا وبيبقى مبسوط بيه قوي. كل ما بيبقى عندي junctional beats أكتر كل ما يبقى أحسن، يبقى ده علامة it's a good sign إن أنا بكوي أو I am successfully ablating the slow pathway. ليه بيحصل جنكشنال ريزم وانا باكل سلو باث واي؟ لانه البيري ايفي نودال ريجن سبلايد وهايلي سبلايد باوتونوميك نيرفس سيستم، وممكن يحصل ديورنج السلو باث واي انه يحصل ستيميوليشن للاوتونوميك نيرفس سيستم في الحته دي، وممكن يحصل زي سام سورت بلوك ريليس للابنفرين، فممكن يحصل الجنكشن بيتس دي. لكن بتبقى علامه مهمه وكويسه جدا بالنسبه لي ان انا ام دوينج ويل، وان انا بسلو باث واي، وان انا في المكان الصح. ممكن يحصل انهانسنج للاوتوماتيستي
بتوصي لي اكسبريشن تقريبا في انديوس الانجكشن ريزم اللي لازم اتاكد ان هي بتكوندكت الايه ده لما تكوندكت الايه ده كوندكت ثرو ذا فاست فاست واي. فمعنى كده ان انا مطمن ان الفاست باث واي كويس. لو انا حصل ان انا وانا بكوي حصل جنكشن ريزم جنكشن ريزم ده ما وصلش للايتم لازم لانه ساعتها معنى كده ان انا ابتديت اثر على الفانكشن بتاعت الفاست باث واي فلازم اقف. فجنكشن البيتس associated with V block during slow pathway ablation is or are suggested as a marker of injury to the fast pathway. ممكن يحصل EV block. فلو انا شفت junction rhythm زي المنظر ده كده لو انا during ablation شفت junction beats وjunction beats دي حصل فيها بلوك او حصل فيها ان هي مش بتكوندكت الاتريوم لازم اوقف مباشره. ليه؟ عشان انا كده ممكن اكون باذي ممكن اكون بعمل له injury. ده برضو على سبيل التأكيد على اللوكيشن بتاع السلو باث واي. انا لما باجي اكل السلو باث واي احنا بعض الليتريتشر بتجريد اللاين بتاع الابليشن هو السبت الليف بتاع التراكسبت فالف بتجريد بارقام من 1 تو 12 انه كل ما تعلى اكتر كل ما تبقى اكتر من الكومباكت اي في نود ومن الفاست باث واي. وده ما يحبش ممنوع خالص انك تكوي في الحته دي. لكن انت بتكوي في اللور بارت بتاع اللاين ده اللي هو بتبتدي في الليفل بتاع كورنيس سينس اوستيوم عند 8 عند 7 عند 9 عند 10 بتبتدي الاول في الليفل ده دول البرايمري سايتس اوف ابليشن. لو ما لقيتش نتيجه كويسه في الحته دي بتبتدي بقى يا اما تنزل شويه وبي مور سيف بتبتدي تعلى شويه بس العلو ده بيبقى ريسكي لانك بتقرب من ناحيه الهيس والفاست باث واي فده بيبقى لازم بحساب ولازم كوشسلي ولازم ابقى متاكد ان مفيش هيز ديفلكشن في الحته دي مهمة. لكن عاده لازم ابتدي في الاول في الليفل بتاع الكورونيس سينس اوستيوم. لو ما جابتش نتيجه ساعتها ببتدي انزل شويه واشوف في ريسبونس ولا لا او اعلى شويه كوشسلي واشوف اجيب جونكشن ريزم او اجيب سكسس ابليشن ولا لا. انت وقف ابليشن او انت الاند بوينت بتاعتي بالنسبه للراديو فريكونسي ديليفري انه بعد الابريشن اجي اعمل اندكشن للتاكيكارديا بالموجز اللي احنا شفناها هو الاتريال بيسنج او الاتريال اكسس ستيميليشن فالاقي ان التاكيكارديا بقت نون يوسبل او انه لو انا كنت بجيب تاكيكارديا وكانت انديوسبل بكل المانوفرز وجيت اعمل الستادي بتاعتي البوست ستادي ولقيت بس جامب وسنجل ايكو بيت فايم جاستيفايد ان انا ممكن اتوقف وان انا ما اديش ابليشن تاني. في بعض الاوبريتورز لا انا عايز اخلص على جنب. لكن الحقيقه ممكن لما كانت كارديا مثلا ايزلي اندكتد وايزلي اندوست بالموفرز ان انا اوقف الابليشن جاست لما الاقي واحد ان جامب وسنجل ايكو بيت ساعتها ممكن اكفي بالابليشن وما ادخلش اعمل ابليشن. امتى تاني اوقف ابليشن؟ لو حصل ان انا بعد ما عملت ابليشن وجاي بعمل ري اسسمنت لقيت ريزيستنت بي ار انترفل بروجريشن. لو حصل ان انا لقيت البي ار انترفل بقت اطول الاي اتش انترفل بقت اطول الاي في تايم بقى اطول ده معنى كده ان انا اثرت شويه على الكوندكشن بتاع الفاست باث واي. معنى كده ان انا مش هدخل اكوي تاني مش هنظبطها ومش ان بوينت تعبر عن ان انا نجحت ان انا اكل سلو باث واي. لكن لو لقيت حصل بي ار انترفل كروم فانا مضطر ان انا اوقف ومضطر ان انا ما اعملش اي بيشن ترايلز تاني عشان ما نوصلش لكمبليت. او لو حصل ان انا وانا بكوي حصل ترانزيت انتي جريد ايفي بوك يونسانسيل فلو حصل ترانزيت انتي جريد ايفي بوك فساعتها لازم اوقف وما ينفعش اكوي تاني بس تبقى ان بوينت مش ضعيف. زي المنظر ده احنا هنا دورين جنكشن ريدم حصل الهيتروبيك كوندكشن بلوك الجنكشن ريدم دي ما وصلتش تيم عملت فنتكل بس ما فيش ايتريم ايتريم ده بعديها اهي. اول منظر ده انه يحصل عندي 2-1 هارد بلوك انا عندي ايتريم ويبس اهي وادي فنتكل ايفنتس اهي زي 2-1 هارد بلوك
المنظر ده لازم اوقف ابليشن تماما. سؤال، هل ال 3D mapping دور في موضوع الابليشن بتاع السلوب باثوي؟ هنتكلم فرانكلي سبيكينج ويعني كلام واقعي انه لا، مفيش مجال ان احنا نستخدم ال 3D mapping في الابليشن، لكن اتعمل عليها ستاديز ولانه في ال 3D mapping ساعات في بعض الاحيان بيعملوا فولتج ماب، فبيلاقوا السلو باث واي بيبقى اسوشيتد مع لو فولتج بريدج، اللي هو مكان السلو باث واي بيتميز بان هو لو فولتج بريدج، مكان فيه كده اريا اوف لو فولتج، وحتى قسموها ل تايب اي وتايب 2 تايب 1 وتايب 2، ان الاريا اوف لو فولتج دي بيبقى فيها سبانينج في 1 وبيبقى نارو ريجن في تايب 2. يعني هي قصه شويه ما بحسش ان هي يعني واقعيه قوي، لانه احنا بنكوي السوبرثوي بالكونفنشنال ميثود، يعني مفيش اي احتياج ليها قوي في 3 دي مابينج وكده. اعتقد ان دي كانت معموله فور يعني ريسيرش بيربس اونلي. لكن الفاليد اللي هو ان احنا نعمل ابليشن للايفن ار تي عن طريق الكرايو ابليشن، ممكن نعمل سوبر ابليشن عن طريق الكرايو ابليشن، وفيها ميزه، انه اولا ان الليجن اللي انا بعملها لما اوصل لماينس 30 ديجري سنتيجريد لغايه 30، فانا الليجن بتاعتي ديفيرسال، بمعنى ان انا لما اجي اكوي وصلت ماينس 30 وما حصلش اي في بلوك، فايزا انا في السيف سايد. لكن لو قبل ماينس 30 وحصل اي في بلوك، فانا اقدر اديسكونتينيو الانرجي ابلكيشن بتاعي، فبيحصل يعني بيفك لانه this is a reversible lesion، فاقدر اتوقف وعشان الاي في بلوك ده ما يبقاش بيرمنت. لكن الحقيقه ما بيحصلش جنكشن ريزم في الكريوليشن في السلو باث واي. الميزه الثانيه كمان يمكن ان احنا لما بنوصل ل 970 ديجري سنتيجريد، القسطره بتبقى لازقه في الـ في الـ في التيشوز، فما بيحصلش بقى، مش محتاج ان انا كل الوقت ده ابقى دايس في راس بيكي عشان اتاكد من ان القسطره، خلاص القسطره بتثبت بتلزق في التيشوز، فما بقاش محتاج اشوف القسطره او تشيك مكان القسطره. انا بس في اسئله معلش هبص عليها. لم يعني ندخل بالتفصيل دلوقتي في الجنكشن البيتس اللي بتحصل بعد الاي في ابليشن، الاي في نودال ابليشن دي لسه هقولها. يس، محمد شفيق بيقول ان سم سنترز ان يوروب دي لوكالايز باي بارتو. طبعا احنا بنتكلم شويه يعني براكتيكلي سبيكينج، انه احنا ممكن يتأكد ان احنا في مصر يعني صعب شويه ان احنا نستخدم 3D mapping للعيانين اي في ام ار تي، في بروسيجر بيتعمل بمنتهى السهوله بالكونفنشنال ميثود. بالظبط، احنا ممكن نسيب بس 3D mapping للحالات اللي هي الانسست، احنا لو دخلنا مثلا الرايت سايد وكوينا الاي في ام ار تي ويعني حاولنا ترايلز كتير، عملنا ترايلز كتيره للابليشن للسلو باث واي وما نفعش، ممكن في بعض الاحيان نلجا للكي، بس لازم نكون بعد ما استنفذنا كل الطرق. هنحط دلوقتي حاجات ثانيه فاريبلز كتير ان احنا ممكن نكوي السلو باث واي من الكورونيال ساينس، ان احنا ممكن نخش جوه الكورونيال ساينس لو في انسيستنت اي في ار تي وبندخل عند مكان السلو باث واي كلاسيكال اناتوميكلي بتاعنا
ودخلنا وحاولنا نكوي مش عارفين نجيب جونكشن او لسه التكيكارديا لسه انديوسبل او لسه انتسنت، ممكن ادخل جوه الكورونري ساينس اتسلف وابتدي اعمل طبعا لازم بالاريجيشن تيب اريجيشن تيب كاثيتر لازم واسيرش في مكان السلوكوس واي جوه الكورونري ساينس اتسلف. وسام تايم هو ده المنظر بتاع وعادة بتبقى شكل نفسه بيبقى برضو اتيبيكال، ممكن سلو سلو وممكن نلاقي الايرليست اكتيفيشن او سلو سلو اكتيفيشن. الايرليست اكتيفيشن او الايرليست ايه بتبقى هو نشوف المكان قد ايه جوه الكونسانس. وساعات في بعض الاحيان كمان ساعات السام سلو باث ويز بيبقى ليها بريك ثرو في الليفت سايد، فممكن اضطر ان انا ادخل اعمل ترانسبتل وان انا اخش في الليفت سايد واحاول اكوي السوبر ثري من الليفت اتريم من الليفت اتريم سايد. طبعا دي حاجه نادره جدا لكن بتحصل، وبنشوف ان احنا بعض الحالات بتبقى انسيسنت اي في ار تي بالكلاسيك انجلر ميثودز التكنولوجيا ما بتروحش، فلازم ندور في اذر سايتس ان احنا نخش ندخل في الكورونري ساينس ونحاول نكوي منها، يعني نخش نعمل ترانسبتل ونخش من الليفت سايد نحاول نكوي سوبر ثري من الليفت سايد. وممكن لو في الاخر بقى خالص ما ينفعش ممكن في بعض الاحيان نستخدم بقى ال 3 دي مابينج بحيث ان احنا نلوكلايز ونشوف الاريا بتاعت السلوك برودكشن او اللو فولتج في الحته دي ونعمل لوكلايزيشن للسلوك في الحته دي، لكن يعني طبعا استخدام ال 3 دي في الاول خالص صعب في كل الحاجات. طيب نيجي بقى للابليشن بتاع السلو سلو او الفاست سلو باث واي. انا برضو depending on elimination of slow pathway برضو ان هو slow pathway ده هو rate production هو الباثولوجي، لكن احنا الاختلاف بس ان هو هنبقى دايركت مش اناتوميكلي لكن هنبقى دايركت اكتر للسايد early detection، وهو ده العبره المعيار بالنسبه لنا اللي هو يعني مور اور ليس ممكن يبقى عند كورونري ساينس اوستيوم او ما بين الكورونري ساينس اوستيوم والترا كسبيد انيولس. ممكن في بعض الاحيان بقى لو دخلنا بقى ايه الانتيريور اسبكت الكورونري ساينس نفسه في الحالات التانيه. لكن في نقطه مهمه لما نيجي نقول الاتيبيكال ايفن ار تي سواء كان فاست سلو او سلو سلو، فاحنا في الفاست سلو مثلا احنا بنكوي السلو باث واي برضه، فاحنا في السلو باث واي احنا ممكن واحنا بنكوي يحصل لنا جنكشن البيتس ممكن الجنكشن البيتس دي ما يحصلهاش ريترو ريت كوندكشن، لان الريترو ريت كوندكشن اوريدي اصلا على السلو باث واي، فانا ممكن ما يحصلش ريترو ريت كوندكشن. هل ده بالنسبه لي مشكله؟ لا مش مشكله، لانه ساعات ما بيحصلش ريترو ريت كوندكشن في السلو باث واي. لو انا بكوي تيبيكال ايفنت ار تي فاست سلو او سلو سلو وما حصلش ريترو ريت كوندكشن او جنك البيتس اللي جات لي ديورنج ابليشن ما حصلش فيها اتريال اكتيفيشن، فده وارد انه يحصل، وده مش معناه ان انا بجيب اي في بلوك، لا، لانه اصلا ساعات الريترو ريت كوندكشن ما بيحصلش ساعات ما بيحصلش اوفر فاست واي. فالجنكشن ريت وذاوت ريترو ريت كوندكشن is a good sign is not a bad sign، و ده نوع عن ان انا ان شاء الله او ان انا successfully eliminating it. There is no risk of AV block لو انا ما لحقتش القصه دي في الـ atypical AV block. تمام. طيب. الجنكشن التكيكاردي. دلوقتي احنا عندنا مشكله او special entity كده بالنسبه للجنكشن التكيكاردي، لانه اولا الجنكشن تاكيكارديا هي كتعريف هي اوتوماتيك فوكال تاكيكارديا بتوريجينيت اكتوبيكلي من الكومباكت ايفين. مشكلتنا مع الجنكشن تاكيكارديا مش ان احنا مش هنعرف نفرق وخلاص، لا، هي المشكله انه في بعض الاحيان لما نيجي نكوي نديكو سلو باث واي وندي انيشال انرجي وبعد كده بني اساس وبنفكر نشوف هندي تاني، ممكن يحصل اندكشن لجنكشن تاكيكارديا وتبقى مستيكن ان هي اي بي ار تي او العكس. فهي ات از كومنلي انديوست بعد ابليشن او بعد انيشال ابليشن الاي بي ار تي.
فمهم جدا ان انا عارف افرق هل هي فعلا الاي في ان ار تي محتاجه ان انا ادخل اكوي تاني افضل وراها لغايه لما اكوي سوباث واي، ودي ان شاء الله مش هتبقى بريسك اوف اي بي بلوك، ولا دي التكيكارديا ودي الابريشن بتاعها صعب وريسكي اكتر لان هي بتبقى مور اقرب للكومبت اي في نود، فهتبقى الابريشن بتاعها صعب وهيبقى تفرق في الديسيجن. لو هي جنكشن تكيكارديا وانا مش هكويها غير لما اطلع اي في ان ار تي واقول عليها جنكشن تكيكارديا افتكر ان هي جنكشن تكيكارديا واسيبها. فالتفريق مهم قوي. يمكن ده سؤال منيح هنرد عليه دلوقتي، وهنقول دلوقتي بعض المنوفرز اللي ممكن تعرفنا الفرق ما بين الاثنين او نعرف نفرق ازاي. ده منظر لجنكشن تكيكارديا. الحقيقه طبعا انت ما نعرفش نفرقه، يعني يمكن نريت ده شويه، لكن طبعا بعد الاي في ان ار تي ابليشن ما احنا برضه ممكن نتاثر شويه على سوبر ثوي، ممكن التكيكارديا تيجي لكن بريت اقل شويه. برضه ما نعرفش نفرق هل هي جنكشن تكيكارديا ولا اي في ان ار تي. سبب التشابه انه they share the same intracardiac activation pattern اللي هو الهيز ديفليكشن بعدي simultaneous activation atrium ventricular function similar size of activation typical occurrence of his deflection قبل ال UVV، فالشكل متشابه. يمكن تكون الجنكشن التكيكارديا عشان هي النيتشر بتاعتها اكتوبيك، فهي هتبقى فيها الكاركتر بتاع الوقت، هيبقى فيها ديليشن شويه، هيبقى في كول داون، يعني هتبقى الاندكشن بتاعتها مش معتمده على بريماتيور بولس. طبعا في الجنكشن تيكارديا مفيش ديول ايفينوز فيسيولوجي، يعني في الجنكشن تيكارديا احنا ما عندناش، احنا البيس الايفينوز هو ديول ايفينوز فيسيولوجي. لو مفيش ايفينوز فيسيولوجي اذا التقلل اللي عندنا دي مش. طيب افرض انا عندي التيكارديا نفسها دلوقتي شغاله، هنعمل ايه؟ دلوقتي انا عندي حاجه من ثلاثه، في موفر من ثلاثه، يا اما ابتدي اعمل بريماتيور او كابل بريماتيور اتريال بيت واشوف الريسبوند ايه. الاوبشن او الحاجه الثانيه اللي ممكن اعملها ان انا اعمل حاجه اسمها او اي حاجه اسمها الداتا اي انترفل، مش هحطه دلوقتي، ان انا بقيس الاتش اي انترفل يونت تاكيكارديا وار بي بيسنج. أو الحاجة التالتة والألطف والأسهل إن أنا أعمل أوفر درايف إتريال بيسنج. هنشوف دلوقتي كده. دلوقتي انا عندي تاكيكارديا شغاله وعايز اعرف هي اي في ار تي ولا جنكشن تاكيكارديا. ممكن احاول اجرب ايرلي كابلد بريماتيور اتريال بيت واشوف الريسبونس ايه بالنسبه للتاكيكارديا. لو حصل نفترض ان هي دي جنكشن تاكيكارديا، وزي ما احنا شايفين الفوكس او الفوكس من الجنكشن اريا او من الاي في نود، فبتبعت الاتريال فنتركل في نفس الوقت. لو انا اديت ايرلي كوبلد بريماتيور اتريال بيت ده في وقت قبل ما كان الجنكشن الفوكس هتشتغل، او المفروض ده الوقت الزمني اللي المفروض البيت هتبتدي فيه او الجنكشن البيت هتبتدي فيه. لو انا اديت بريماتيور اتريال بيت قبلها هي هتستخدم الهس او الايرلي بريماتيور اتريال بيت، هتادفانس ثرو ذا هس وتاخد الهس تايمنج اللي كان المفروض الجنكشن البيت تيجي فيه، وساعتها هيحصل انه البيت دي مش هتبقى ريفراكتوري، او الهس هيبقى ساعتها ريفراكتوري، فالبيت اللي هتطلع من الجنكشن اريا مش هتوصل لانه هتبقى ريفراكتوري، لكن اللي بعدها هتوصل والتاكيكارديا هتكمل تاني. ولكن لو ادينا بريماتيور اتريال بيت في حاله الاي في ان ار تي، لو في وصول لاي في ان ار تي، ففي الاي في ان ار تي الايرلي بريماتيور اتريال بيت هتادفانس جوه الهيس في الايميديت هيس باي اكتيفيشن الاي في نود الفاست باث واي، لكن هتخلي الفاست باث واي ريفراكتوري وان افيلبل فور ريترو ريت كوندكشن، فهتترمينيت السيركت. مش عايز اقول بالبلدي عشان نسهل الامور، لكن لو ادينا ايرلي بريماتيور اتريال بيت في جنكشن التاكيكارديا هتكمل، صحيح البيت اللي كانت بس هتيجي وقت البريماتيور بيت مش هتدي،
لكن اللي بعدها هتدي ال لو احنا اي في ان ار تي القيمه تيور اترال بيت دي هتستخدم ال هيس فهتمنع الريترو ويل اكتيفيشن انه يحصل عن طريق الفاست باث واي لانها هتستخدم الفاست باث واي. يعني معنى صح ان البريما تيور اترال بيت دي هتدخل تستولي على الفاست باث واي قبل ما يحصل ريترو ويل كوندكشن، فبشغل الفاست باث واي فالفاست باث واي ما يعرفش يعمل ريترو ويل كوندكشن فالتاكيكارديا تقف. فلو انا عملت ايرلي بريما تيور اترال بيت هوقف التاكيكارديا في الاي في ان ار تي ومش هوقفها في الجنكشنال تاكيكارديا لانها مور اور ليس ات از ان اكتوبيك تاكيكارديا. معنى كده انه اني تشينج او اني ادفانسمنت او ديلي او ترمينيشن التاكيكارديا اتسلف بعد اي بي بي اي سي هيكون ويذن ذا ريفراكت من الصنديز باندل ووقفت التاكيكارديا، يبقى معنى كده ان انا اقدر اكسكلود الجنكشنال تاكيكارديا ودايجنوز الجنكشنال تاكيكارديا بعد الاطار كانت بتقول ان advancement of the immediate his continuation of the tachycardia ان انا دخلت عملت interruption للهس لحظيا لكن التاكيكارديا بعد كده كملت فده معناه ان هي junctional tachycardia لان هي وهي EVNRT PECD هتوقف التاكيكارديا او هتستولي على الفاست باثوي هتمنع continuation بتاع الاكتيف سيركت. في طريقه ثانيه اتعملت ان احنا نقيس معتمد على قياس الاتش اي انترفال. هنقيس الاتش اي انترفال مرتين، مره ديورنج التاكيكارديا ومره ديورنج ار بي بيسنج. هحط اسطر ابليشن او اسطر بيسنج، هعمل بيسنج من البيس بتاع الار في، البيس بتاع الار في، وهنقيس الاتش اي انترفال هنقيس الـ HA interval مرة during tachycardia ومرة during pacing وهنشوف الفرق ما بينهم ايه. لو لقينا الفرق ما بينهم بيزيد يعني during pacing اطول يبقى معنى كده ان احنا بنتعامل مع junctional tachycardia. لو لقينا انه during pacing الـ HA interval اقل يبقى معنى كده ان التاكيكارديا الاصليه هي اي في ان ار تي اقل من التاكيكارديا. تاني دلوقتي احنا هنقيس الاتش اي انترفال مرتين، مره ديورنج التاكيكارديا اتسلف ومره ديورنج الار في بيس، هنقارن ما بينهم. لو لقينا ديورنج ار في بيس اطول من التاكيكارديا اتسلف اذا هي جنكشن. ليه؟ لان ديورنج التاكيكارديا الفوكس هي هو الجنكشن الاريا او في الكومباكت ايفي نود فهي اقرب للاتريم فهي هتوصل للاتريم بدري ريلاتيفلي للار في بيسنج. هو الار في بيسنج هياخد الكوندكشن سكه الكوندكشن كلها من الرايت فنتركل هيعدي على كل الباث واي بتاع الفي كوندكشن. بالمنطق الفي الار في بيسنج هيوصل للاتريم الاول اسرع ولا لو هي فوكس من الجنكشنال اريا؟ طبيعي ان هي طبعا الار في بيسنج هياخد وقت اطول عبال ما يوصل الاتريوم. طيب ده بالنسبه للجنكشن. طيب بالنسبه لل الاي في ان ار تي الاي في ان ار تي ان هي ري انترنت سيركت هو الاي في نود فديورنج التاكيكارديا بيحصل رابينج اراوند حاجه اسمها التيرن اراوند بوينت اللي هو الحته اللي السيركت بتلف فيها. لكن انا لما باجي اعمل بيسنج من الار في فهي بتكوندكت على فاست باث واي، فاست باث واي ده هيوصل بسرعه. الديورنج تاكيكارديا العاديه الكوندكشن ده هياخد وقت شويه اطول لانه في سيركت بتلف حواليها او اللي هي السيركت اللي بتلف حواليها اراوند بوينت ده ممكن ياخد وقت اطول فهيبقى الار في بيسنج بالنسبه لي هيوصل اسرع. الار في بيسنج هيوصل عن طريق الفاست باث واي اسرع من الاي في ان ار تي لان في الاي في ان ار تي الوقت من الاتش تي اي بياخد وقت شويه عبال ما يلف حوالين التيرن اراوند بوينت. تاني في الجنكشنال الفوكس في الاي في نود نفسها فهي اقرب طبيعي للاتريوم فالكوندكشن من الجنكشن التاكيكارديا ديورنج التاكيكارديا اتسلف المسافه ما بين الاتش والاي
قصيرة بالريلاتيفلي بالنسبة لي الار في بيسنج من البيز، لان هتبقى الكوندكشن بتاعها واخد السكة بتاعت الايفنت كلها، في حين الجنكشن الكارديا هتبقى اوريجينيتي من حتة اقرب ليك بالنسبة للجنكشن. تاني بالنسبة للاي في ان ار تي بيديني التاكيكارديا كده كده اصلا في دي انترنس سيركت بتلف حوالين بوينت فتاخد وقت اطول، لكن في الار في بيسنج البيسنج هيبقى دايركتلي كوندكتد للاي في نوت فهياخد وقت اقل بالنسبه للتكيكات. فبيسنج ار في بيسنج لو لقيت الاتش اي تايم بقى اطول يبقى معنى كده ان احنا بنتعامل مع جنكشنال تكيكارديا، لو لقينا ان الاتش اي تايم بقى اقصر يبقى احنا بنتعامل مع اي في ان ار تي. الطريقه الثانيه اللي انا بفرق بيها تمام، في طريقه ثالثه ممكن تبدو ان هي اسهل شويه بس هي فيها فيها خدعه شويه. احنا بمنتهى البساطه نعمل اتريال بيسنج، نعمل اوفر درايف اتريال بيسنج. نفس فكره الاتريال تاكيكارديا، احنا لما يبقى عندنا اتريال تاكيكارديا عايزين نفرق ما بينها وما بين التاكيكارديا الثانيه زي الايفن ار تي او كده، ممكن نعمل اتريال درايف بيسنج ونشوف لما التاكيكارديا ترجع تاني الباترن اوف ريتيرن هيبقى عامل ازاي. بمعنى انه لو انا عندي تاكيكارديا جنكشن التاكيكارديا وابتديت اعمل اتريال درايف بيسنج فبقت هي اللي واخده الابر هاند ورجعت وقفت تاني فهترجع تاني التاكيكارديا، فهشوف التاكيكارديا الباترن عامل ازاي. هل هترجع بإي اتش اتش اي باترن؟ ساعتها هنقول ان هي جنكشنال تاكيكارديا، لان انا عملت بيسنج والبيسنج عمل اي وبعد كده اتش وبعد كده وقفت وانا وقفت يعني البيسنج، وبعد كده التاكيكارديا رجعت ابتدت باتش اي. ولا لما عملت اتري اوفر درايف بيسنج حصل انه البيسنج لما وقفته التاكيكارديا رجعت اي اتش اي بس. نفس الفكره بتاعت الاتري التاكيكارديا في اي اي في ولا في اي في، لكن احنا هنا بنطبقها بالعكس، هل هي اي اتش اتش اي ولا هي اي اتش اي. هنشوف اكزامبل ليها انتراكارديكلي. ان انا عملت هنا اتريال اوفر درايف بيسنج تقريبا بنفس السايكل لينث تقريبا او يمكن اسرع شويه من التاكيكارديا سايكل لينث، وهشوف الوضع ايه. اولا طبعا لازم اقيس الاتش اتش انترفل في وقوع التاكيكارديا واشوف هل هي نفس التاكيكارديا ولا لا. تاني حاجه بشوف الريسبونس، هل هي اي اتش اتش اي، ساعتها هقول ان هي جنكشن التاكيكارديا زي ما احنا شايفين هنا. احنا حصل اتريال بيسنج، بعد الاتريال بيسنج اتفرج باي هيز ديفليكشن، بعد الهيز ديفليكشن سيمي من في اي اتش اتش اي، دي معناها ان التاكيكارديا رجعت ابتدت بايه اي اتش اتش اي. لكن لو حصل انه الاتريال اوفر بيسنج دخل جوه الانترن سيركت بالتاكيكارديا وانا وقفت الاتريال بيسنج فالانترن سيركت كملت، يبقى معنى كده ان انا اصلا عندي ايفن ار تي. لكن في خدعه انه ساعات بيحصل ديلي شويه فممكن احسب دي ان هي الاي اتش اتش اي، لا هي اي اي اتش اي ليه؟ لانه ممكن يحصل ديلي شويه، لازم ابقى واخد بالي كويس قوي انه ان انا اكوريليت بالظبط ان الاتش دي بتاعت انهي ايه. دي مهمه فلو ريسبونس اي اتش اي معنى كده ان التكيكارديا الاصليه كمل هي ايفن ار تي، لو اي اتش اتش اي جنكشنال تكيكارديا. ده ديمونستريشن للفرق ما بين الاثنين، يمكن تخدع شويه حته الديلي بتاع الكوندكشن، دي ممكن تخدع شويه، لكن this is one of the methods ان احنا نفرق الاتريال تاكيكارديا من الـ. انا كده خلصت.